انا لما حكى لي عن الكريستال صراحه تحمست كثير للمشروع، بس زي ما بتعرف هيك مشروع بده راس مال كبير. اكيد، وهذا يعتبر حجر العثر الاساسي امام تنفيذ المشروع. ما تواخذني صدق، طبعا انا بس طلعت من البنك سالت عنك وعرفت انه ابوك من اكبر رجال الاعمال بالمنطقه. ليش ما عرضت علي هو الموضوع؟ شوف استاذ، انا ما احب اعتمد على الوالد في كل شيء، احب يكون لي مشروعي الخاص. ورجاء يا استاذ، الوالد ما يكون له علاقه في الموضوع. اطمئن كثير، بوعدك نهائيا ما يكون له علاقه بالموضوع. شكرا. بس بالاضافه الى انه المشروع محتاج لراس مال كبير، محتاج الى ارض كبيره. اكيد، الحمد لله الاراضي متوفره استاذ، وبالمساحات اللي يحتاجها المشروع. ومثل ما تعرف اسعار الاراضي الحين مستقره. تعرف لو لقينا الشخص اللي عنده مثل قطعة الأرض هاي ممكن يفوت معنا شريك بالمشروع، يعني حسب قيمة قطعة الأرض يعني تقريبا الربع. الزبون الأول بهالسرعة خليه يدخل، يقول إنه من طرف العم ذياب. وش تنتظر؟ خليه يتفضل. إن شاء الله. شريك بالربع، يا سلام لو عند الأرض. بس من وين حوش ما أطلب من أبوي؟ لا لا لا، ما بيكون له علاقة بالموضوع. أحسن أفكر في شخص يملك مثل الأرض وأعرض عليه الفكرة. وهذه المشكلة، أنا بحس أني سكت وما طالب التسجيل نص المزرعة باسمي، بس عندي الشهود يشهدوا ان المزرعه ملكي. طمن، ان شاء الله حقك بيرجع لك. اكيد يا استاذ، ما دام الحق معك فاكيد بتربح القضيه. يعني اخوي ما بياخذ حقي وياكل المزرعه بكبرها؟ طالما عندك شهود ياكدوا صحه كلامك طمن. شكرا يا استاذ، شكرا شكرا، جزاك الله خير. لا شكرا على واجب، هذا شغلي. تفضل عند الأخ فهد يفتح لك ملف وياخذ منك البيانات كلها. جزاك الله خير، الله يخليك. أحسن، الله يحفظك. مشكور، الله يحفظك. وعليكم السلام. طلال، أنا اليوم رحت مع خالي علي السجل العقاري وتنازلت له عن البيت. متى؟ اليوم الظهر. أنت طالعة من البيت حدوام، يعني ما استأذنت تروحي مكان ثاني؟ أنت وش قصدك؟ تبي تحرقيني وتسخريني في عيالي؟ طلال، ويش؟ أنا ما إلي قدر، ما إلي احترام، ما إلي كلمة.
انقشعت الغيوم وبدا لي الأفق جليا بعلاقتي به. لماذا ما زلت أدور حول نفسي؟ ألا أنني لست مستعدة لتجربة حمل أي لقب بعد أن جربت لقب متزوجة مع وقف الحب؟ ترى هل ستخلى يوما عن هذا اللقب؟ وهل أنا مستعدة لغير ذلك؟ آه،